شلون؟ احنا يوم اللي نلتقي خصوصا في هذه الليلة الشريفة بعد شهادة المولى أبي محمد الحسن العسكري، ودورنا من خلال إقامة مثل هذا الاحتفال والحضور في هذا المجلس الشريف المبارك، إنما هو تجديد العهد والبيعة لولي الله الأعظم. فكيف يكون تجديد العهد والبيعة لولي الله الأعظم؟ هل بمجرد أنه الإنسان فعلا يقول أنا والله جيت أبايع الإمام عليه السلام؟ لو لا، أكو هناك أمور أخرى لا بد من الالتفات إليها. هذه الأمور ركز عليها أئمة الهدى عليهم السلام من خلال كلماتهم والأدعية التي وردت عنهم والتي تقرأ عادة في زمن الغيبة، كما في دعاء الندبة الشريف الذي يقرأ في يوم في مثل يوم غد يوم الجمعة، أو في دعاء العهد المبارك الذي يقرأ فجر كل يوم. يمر الإنسان بمجموعة من الكلمات التي من خلالها يتعرف الإنسان على وظيفته في زمن الغيبة. كيف يجب أن يكون في زمن غيبة الإمام؟ لأن الإمام الحسن العسكري عليه السلام حينما عمل على أن يمهد لغيبة ولي الله وأشار إلى هذا الأمر في كلماته، ارجع مثلا ألاحظ رسالة الإمام الحسن العسكري التي كتبها لابن بابويه القمي أعلى الله مقامه الشريف، بعد أن وجه بعدة توجيهات وأوصاه بعدة وصايا، كان قد ذيل تلك الرسالة بواحدة من تلك الوصايا المهمة حينما قال له: وعليك بالصبر، ثم عليك بالصبر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. في زمن الغيبة يمر الإنسان فعلاً بمجموعة من الابتلاءات، بمجموعة من الامتحانات، لكن هل يمكن له أن يجتاز هذه الابتلاءات وهذه الامتحانات؟ هل يستطيع أن يجتاز هذه المرحلة بثبات على طريق الحق أو لا؟ لما يقول له فعليك بالصبر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج في زمن الغيبة ماذا يعني؟ انتظار الفرج لا يعني كما يتصور البعض أنه أن يكثر الإنسان من الدعاء لولي الله، وإن كان هذا أمر مطلوب، ورد في بعض الروايات: أكثروا من الدعاء له بالفرج ففي ذلك فرج لكم. لكن لما أنا أقرأ في هذه الأدعية الشريفة التي تبين حقيقة ومعنى الانتظار لولي الله الأعظم، كما تقرأ في الدعاء الشريف كدعاء العهد المبارك الذي من خلاله يجدد الإنسان العهد والبيع لولي الله الأعظم، ماذا يقول هذا الإنسان؟ يعيش الإنسان مع الإمام في كل لحظات حياته، يتألم لألم الإمام، يعيش أحزان الإمام، يتعرف على الإمام عليه السلام، كما تقرأ هذا نفس المعنى في الزيارة الشريفة كزيارة آل ياسين. زيارة آل ياسين لما تقرأ في بعض فقراتها: السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تركع، السلام عليك حين تسجد. هذه تبين أن الإنسان يكون مع الإمام في كل لحظة من لحظات حياته. زين، هم في الدعاء الشريف يقرأ نفس هذا المعنى الذي يبين معنى وحقيقة الانتظار لولي الله الأعظم والكون مع ولي الله الأعظم. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة
واكح الناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته وانفذ أمره واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. يعني يبين أن الناس بأمس الحاجة إلى وجود ولي الله، بأمس الحاجة إلى الارتباط بولي الله عجل الله له الفرج، بأمس الحاجة إلى أن تكون هناك العلاقة بصاحب العصر والزمان. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي، إلى آخر الدعاء الشريف الذي يبين أن الإنسان ما كان ليدعو بهذا الدعاء إلا لأنه يعيش ألم الإمام، ويعيش حقيقة الانتظار للإمام، ويعيش صفاء القلب حينما يكون له علاقة بصاحب العصر والزمان. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. جعلنا الله وإياكم من المنتظرين لأمرهم ومن الثابتين على طريقهم. جعلنا الله وإياكم معهم في الدنيا والآخرة، ونسأل من الله العلي القدير أن نكون ممن تشملهم تلك العناية والرعاية من قبل صاحب العصر والزمان، وأن نكون معه دائما وأبدا، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا كريم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد. إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول، كفاكم من عظيم فخرا إذا ما قيل أمكم البتول، وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل، فلا يبقى كلام إذا تم الكلام، فما يقول. سادتي
ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجاة وهم أهل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إن عد أهل التقى إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جان ومعتصم. سيدي وحج الجفاكم يا عذر عند والله حج حبكم بيت طوفنا وحج محمد قائم مهدي وحج اسمك بالضمير في ضيا والله ومهدي ومهدي من جدك إلي منقذ ومهدي أحبكم من زغر سني والله مهدي إمام المنتظر أنت ومهدي دخيلك أنا أول وآخريا والله وتهنا وتهنا ترى احنا خلافكم ضعنا وتهنا الروح بنوركم تفرح وتهنا تحية من الضمير لكم والله وتهنئة وتهنا نزفها من القلب صبحا ومسيا والله وانت وانت يا المحجوب عن العين وانت على غيابك خفي القلب وانت يا ابو صالح نحشم بيك وانت حشاك انست يا ابن الزكية ليلة جمعة وفي رحاب صاحب العصر والزمان وحتما ولا بد وأن نلتقي مع الإمام تحت قبة جده الحسين
في هذا الدعاء الشريف في هذه الليلة المباركة، وهو يؤمن على دعائنا إن شاء الله. نتوجه إلى الله وكلنا وبقلوبنا وبضمائرنا ندعو ونقول: رافع ايدي بالدعاء، أمنية عندي ورجاء، المهدي أشوفه بكربلاء، ونلتقي بصحن الحسين، إن كثر ما مشتاق أشوفه أدعي ودموعي جرن، بكثر ما مشتاق أشوفه أدعي أدعي ودموعي جرن. كل خميس أتمنى أنا أقعد بباب الصحن، اعلى زوار ابو اليمه عيوني بس يراقبان، بلكي يتبرك واشوف المنتظر ابن الحسن. اش وقت يا يوم اللقاء، امنية عندي ورجاء، المهدي اشوفه بكربلاء، ونلتقي بصحن الحسين. أنا أحس شوقي براق الكربلاء بيه انعرج، ويما ابو اليمة لساني بذكر ابو صالح لهج. ربي اللهم عجل لوليك الفرج، ربي اللهم عجل لوليك الفرج. كون أزور حسين واسمع قالوا المهدي خرج، ويدخل بهيئة ضياء، أمنية عندي ورجاء، المهدي يشوف بكربلاء، ونلتقي بصحن الحسين. دار راسه وما أعطاني إلا شوية ترى. صلى على محمد وآل محمد. ها ها وين شلون؟ اي زين، اذا باقي الغرشه خلاص هو انت. سيدي رافع ايدي بالدعاء، امنيه، بس اعيد من الاول تقرا وياي ابو علي، مو بس قاعد تصور لي. والله رافع ايدي بالدعاء، امنيه عندي ورجاء، المهدي يشوف بكربلاء جميعا، ونلتقي بصحن الحسين. بكثر ما مشتاق اشوفه ادعي ودموعي جرن، كل خميس اتمنى انا اقعد بباب الصحن، اعلى زوار ابو اليم عيوني بس يراقبا، بلكي يتبرك واشوف المنتظر ابن الحسن. اش وقت يا يوم اللقاء، امنية عندي ورجاء، المهدي يشوف بكربلاء جميعا، ونلتقي بصحن الحسين. أنا أحس شوقي براق الكربلاء بيه انعرج، ويما ابو اليمة لساني بذكر ابو صالح لهج. ربي اللهم عجل لوليك
فرج. ربي اللهم عجل لوليك الفرج. كون أزور حسين واسمع قاله والمهدي خرج، ويدخل بهيئة ضياء أمنية عندي ورجاء. المهدي أشوفه بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين. ربي لا تحرمني من حسين ومن زيارته، أدري بالمهدي وجوده دوم هو بحضرته. اعلى شباك ابو اليمة بلكي يسمع عبرته، بلكي يتحنن علي وحظة انا بشوفته. رايد اقرا لعزاء امنية عندي ورجاء. المهدي يشوف بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين. التقي ويا حلمي وشوقي بروحي كبار، وبمخيلتي إمامش كثر راسم له صور. ليلة الجمعة مؤكد يجي المحزوز النحار، هيج واتوفق واشوف بعيني أنا المنتظر. إش كثر بقلبي عناء أمنية عندي ورجاء. المهدي يشوف بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين. والله بخاطري بخاطري شيء أرد أقله، لكن أذان الخجل بشعوري هواي شايل خوف يا ربي ووجل. إش كثر ناديت بحياتي بالعجل يا المهدي عجل. خايف من يظهر الغايب أنا يلفيني الأجل. قبل ما تدنى الوفاة أمنية عندي ورجاء. المهدي يشوف بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين. والله كل شي بالدنيا أسئلة وصرت أنا توسلة. المهدي دلوني بمكانه ومستعدة تعنلة. بكربلة عندي قناعة عندي هو بكربلة. بكثر ما يحب أبو اليمة بالمخيم منزلة، لكن عايش بالخفاء أمنية عندي ورجاء. المهدي يشوف بكربلاء ونلتقي بصحن الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أخي الوحي أبي القاسم محمد.
وفي مدحهم أقول أفلح من يصلي على وآل الرسول. يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. بيت الدعاء، وأسألكم الدعاء. الليلة الماضية كانت شهادة الإمام الحسن العسكري، وهذه الليلة ليلة الفرحة بالمهدي وفرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهكذا هي الشيعة الإمامية، امتثالاً لأوامرهم، ارتباطاً بهم، سيراً على منهجهم، كما أمروا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. فكانت ولا زالت أرض الولاء أرض القطيف، هكذا كانت ولا زالت على منهج آل محمد. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم، وجعلنا دائما وأبدا معهم، ولا فرق الله بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. فهكذا هم أتباع أهل البيت، يفرحون لفرح آل محمد ويحزنون لحزن آل محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرض القطيف بلادي، والهدى وطني. أرض القطيف بلادي، والهدى وطني. ترابه من ثرى قبر الحسين بني، طابت نفوس والت ولم تخني. وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أفضل الصلاة. محمد وآلي محمد، علي بن أبي طالب صلوات رب أصلي وسلم عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والعافية، وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، اجعلنا من المقبولين والمرضين عند سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، عندما ينظر إلى صحائف أعمالنا يا كريم. إلى أموات المؤسسين وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، ولمن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات. أفضل الصلاة.